الناس كديرين بخير، لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا مره اخرى ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه رائعه، وهي الكلاص بجوج انواع. الكلاص الاول ديال الكريم كراميل، والنوع الثاني بالشوكولا. شي حاجه مميزه، منعشه، اقتصاديه، بسيطه. كنتمنىكم تتبعوا المراحل ديالها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، والى اللقاء ان شاء الله مع عمليه التحضير. السلام عليكم بنات كديرين، بخير لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله نقدم لكم جوج انواع ديال لي كلاص، شي حاجه روعه منعشه في هذا الحر هذا. النوع الاول عندي بشوكولا، اللي كنحتاجو ليه علبه ديال لاموس شوكولا مع جوج كيسان ديال الحليب متلجين. انا ديجا باقا دايرهم في المجمد، وعندي جوج علب ديال ياغورت بالشوكولا. عندي مقدار ديال اللوز محمر ومهرمش على الطريقه هذه، غيكون داخل الكلاص. وعندي حبيبات ديال الكوكيز، ديال الشوكولا ديال الكوكيز، هي باقا في المجمد. وعندي بسكوي على هذا الشكل هذا، حتى هو غيكون الداخل ديالو. بالنسبة للكلاص ديال الكراميل، عندي علبة ديال لاموس كراميل، نكهة الكراميل. عندي جوج علب ديال ياغورت نكهة الكراميل. عندي بسكوي على هذا الشكل هذا ونكهة الكراميل، حتى هي داخل في المجمد. ان شاء الله من بعد التحضير غادي نعاود معكم المقادير لكل وحدة. بالنسبه النوغا اللي غادي تكون وسط كلاص الكراميل ونزينها به من الفوق، عندي كاس ديال السنيده تقريبا ما بين 120 حتى 140 غرام ديال اللوز. بالنسبه للكريم كراميل، عندي كاس ديال السنيده، جوج علب ديال ياغورت بهذا الشكل هذا كريمي ديال 50 ريال الحك، ومعلقه كبيره ديال الزبده. ان شاء الله غندوز معكم لتحضير النوغا ديال اللوز، والكريم كراميل هو الاول. من بعد ان شاء الله من يبردو نحضروا الكلاص ديالنا. بنات الان غادي نحضر معكم الكريم كراميل، اللي كنحتاجوا ليه كاس تاع سنيده، اللي غنديروه الان. منين نحضروه ما كيتحركش تماما، كنشدوه صافي تنخليوه حتى كيبدا يذوب من الجناب والوسط. الا بغينا نحركو تنحركو غير على هذا الشكل هذا، الا حركناه بالملعقه هو كيذوب، غيبقاو دوك الحبيبات الوسط ما كيذوبوش لينا دغيا، وغادي يخسروا لينا المذاق، يقدروا يتحرقوا ويعطونا مذاق مر. ان شاء الله دابا غادي نخليها على النار حتى تبدا تيبدا يذوب، ونرجع معاكم المقادير. قبل ما يبدا يذوب، عندي كاس تاع سنيده، جوج علب ديال الياغورت على هذا الشكل هذا كريمي، ومعلقه ديال الزبده. ممكن نعوضوا هاد علب تاع ياغورت بالشوكولاته الابيض او القشده الطريه او الحليب. انا فضلت نديرهم بهاد العلب هادو، اقتصاديين وساهلين في نفس الوقت. ان شاء الله غيبدا يذوب معنا السنيده ديالنا، ونرجع معكم. منين كيبقى يذوب معنا على هذا الشكل هذا، كنبقاو نحركوها على هذا الشكل هذا بلا ما نستخدموا الملعقه حتى يذوب تماما، ورجع معاه. بنات بعد ما داب الاداء معايا على هذا الشكل هذا، المهم راقبوه مزيان باش ما يتحرقش. الا تحرق راه غير لوحو كيتبدل المذاق ديالو ولا مر. على هذا الشكل هذا الان نضيف الزبده وبتاعدو، لان الحراره ديال نحركو على هذا الشكل هذا. ونهزو في هذه المرحله هذه، ممكن نضيفو يا اما الحليب، يا اما القشده الطريه، يا اما الشوكولاته الابيض، يا اما هاد ياغورت اللي غنضيف انا الان. شي واحد
نتابعو راه يصل الحريق ديالو واعر، نتابعو معاه مزيان ونحيدو عندنا حتى ندير واحد المعلقه نحيد بها ياهو. نضيف الباقي نضيف الحك تاع العلبه الثانيه تكون ضفنا شي سائل بحال الحليب سميتو كيتحجر هذا كريمي بحال الشكل ديال الزبده دغيا كيدوب. نبقاو نحركو حتى نحيدو هاد التكتلات هاد الحبيبات. ممكن نستخدمو الطراب ديال السلك ما نديروش ديال البلاستيك. نجيبو يغلى معانا واحد جوج غليات صافي ونحيدو وندوز ان شاء الله نصوب معكم النوكة ديال اللوز. ندير غلية وحدة نزيد شوية النار بهذا الشكل هذا. دابا غنصبو في نخليه يبرد مازال يتجمع معانا صافي. دابا غادي نطفي عليه ان شاء الله غننخويه في بعد ما صبيتو في هاد الاناء هذا غنخليه حتى يبرد تماما ان شاء الله. هاد هو اللي غنزيد نزين به كلاص ديال الكراميل وندوز معكم الان دابا باش نصوب النوكة ديال اللوز اللي كنحتاجو ليها كاس سنيده ما بين 120 حتى 140 غرام ديال اللوز. المهم اي كميه ماشي ممكن تقلو ممكن تكثروا اللوز. وندوز معكم ان شاء الله باش نحضرها. الان غنديروا كاس تاع سنيده نخليوه يذوب بالكيفيه ديال الكريم كراميل ما نحركوش حتى كيبداو الجناب يتلونوا ورجع معكم ان شاء الله. من بغي نضيف اللوز وديدوب معنا كله نضيف اللوز ان شاء الله ورجع معكم. بعد ما تقريبا داب معنا دابا غنضيف اللوز. اللوز انا ما محمره ما والو باقي خضر حيت الا حمرناه وحراره ديال السكر هادي راه حراره فوق 100 راه تحرقوا. من الاحسن ديروه خضر. دابا غنضيفه ونحركو بهذا الشكل هذا تيتلبس بهاد الكراميل. تلبس تماما ممكن اضافة القرقاع اضافة الكاوكاو. انا حتى عندي واحد شوية ديال اللوز موجودة درتها قدرت ندير. الشكل هذا نحاولوا ما نحرقوش باش ما يجيش مر. صافي دابا غنزولوا من النار ونسرحوا فوق بابي كويسون ونرجع معاكم.
انا دهنت بابي كويسون احتياط، دهنته بشويه الزيت واخا ما غيلصقش، المهم انا دهنته. وهاد الكاسرول هادي ترقد في الماء لان الا بقات كتكرم عليها هاد السيرو هذا. نسرح هاد الخليط على هاد الشكل، كيكرم بسرعه. واحد الرائحه ديال اللوز بحال كتحمريه في الفران على هاد الشكل هذا. قاد الصف باش صافي نخليه يبرد دغيا، كيبرد نخليه جانبا يبرد ان شاء الله. نبدا معكم في تحضير الكلاص. هذا ملي غيبرد النصف غادي نطحنو والنصف غنخليه قطع للتزيين. البنات الان غندوز باش نصاوب معكم الكلاص ديال الكراميل. غناخد هاد الساشيه هادي ديال لاموس ديال الكراميل، دونك هاد الكراميل ونضيف عليها جوج كؤوس ديال الحليب تقريبا غادي يتلج، هادو قطع ديال الحليب متلج بهذا الشكل هذا. الكأس الاول، الكأس الثاني، وفي نفس الوقت هاد الاناء هذا كان في المجمد، هاد الروس تاع الطراب كان في المجمد. ان شاء الله نبدا نطلع فيها. نبقى نطلع فيها بشويه بشويه حتى تطلع ليا ورجعناها. الناس سمحوا لي واحد اضافه نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، معلقه ديال الحليب المجفف غنضيفها الان. نستمر في الخفق. البنات مع بعد ما طربت على هذا الشكل هذا، ما نطربوش بزاف باش ما تتلش لينا، ما تجيش فيك حبيبات تاع الثلج. ان شاء الله الان غنضيف عليها دانو ياغورت ديال الكراميل. نضيف ربع ملعقه صغيره ديال نكهه الكراميل باش تعطيني اللون وتعطيني حتى النكهه تكتفها. وعندي بسكوي ديال المهم هذا اللي فيه نكهه الشوكولاط. بالنسبه للوز اللي صاوبت معاكم، النوكه ديال اللوز النصف غادي نطحنوه والنصف نخليه للتزيين على هذا الشكل هذا. نخلي قطع للتزيين والنصف الاخر غادي نطحنو ان شاء الله ورجع معكم. بعد ما طحنت هاد النوكه ديال الكاوكاو، انا ديال اللوز انا ما طحنتهاش بزاف، خليت فيها واحد شويه تقريبا بين وبين، يبقى تبقى ديك القرمشه داخل الكلاص. وغنضيف عليه القليل من حبيبات الشوكولاط ديال الكوكيز، ندير القليل فقط. هذا الاخر غنخليه الكلاص ديال الشوكولاط. غنضيف هاد البسكوي غنضيف ربع ملعقه ديال روح الكراميل، ما نكثروش منها، الا كثرتو منها راه كيتقلب داكشي كله العكس، كتولي واحد الريحه ما غير مرغوب فيها. ناخد علب ديال ياغورت ديال الكراميل. ممكن اضافه الكراميل اللي حضرت معاكم، ولكن انا بغيت خليته للتزيين. نضيف يجي كلاص رائع بمعنى الكلمة. نضيف
كنبقى نخلط شويه بشويه. كنخلط ان شاء الله تينسجم معايا العناصر ورجع معايا البنات. بعد ما وجدت الكلاص ديالي على هذا الشكل هذا، الخليط على هذا الشكل هذا، ممكن نديروه في هاد لي بواط هادو ونديروهم في المجمد وكنجبدوهم بديك الملعقه ديال الكلاص، او كنديروه في شي مول على هذا الشكل هذا. غير الا كان هذا المول هذا كنفرشو بابي فيلم باش يسهل علينا نحيدوه، او كنديروه في مول السيليكون على هذا الشكل هذا بلا ما كندهنوه متى حاجه كنديروه. هذا المول هو اللي ان شاء الله غنستعمل، غادي ناخذو. عندي هنايا غير للتزيين فقط هذا اختياري، عندي هاد الفواكه المعسله انا ان شاء الله غادي نلبسها بهاد سميتو ورجع معاكم ان شاء الله. من بعد ما زينت على هذا الشكل هذا ان شاء الله دابا غادي ندير انا درته في اناء، درت هذا المول السيليكون في اناء ديال الزاج باش ما نتحكم فيه، نحاول ندير على هذا الشكل هذا باش داك الهواء يخرج وكاع الفراغات تعمر. هادو هادي هذا غيجي في الاسفل ما غاديش يجي باين، واخا هكا كنقادو كنجيب ونكمل هادشي اللي عندي ما نضيعوش. حتى الا تبقات لك شي كميه ديريها في شي بواطه ناخذ فيلم اليمونتير نغطي مزيان باش ما تدخلو حتى شي رائحه. هذا الشكل هذا وكندخلو المجمد على الاقل على الاقل 7 ساعات وما فوق. انا من الاحسن دابا انا هذه راه تقريبا العشيه، هذه هادي غادي نديرو حتى الغد في الصباح ان شاء الله ونقدمو معاكم باش يجي مزيان. قد ما بقى في الثلاجه واكسا الى بات كيشد في راسو مزيان وكيجي احسن ان شاء الله. انا غندخلو الثلاجه وغادي ندير نفس الطريقه، غادي نطلع كريم الموس ديال الشوكولاته
غادي نطلعو مع جوج كيسان تا هو ديال الحليب ونرجع معكم باش ندير معكم العناصر اللي غادي نضيفها فيه. البنات بعد ما طلعت لاموس ديالي لاموس الشوكولا على هذا الشكل هذا، ان شاء الله غادي نضيف الان تقريبا نفس المقادير، فيها جوج كيسان ديال الحليب متلجين، فيها معلقه ديال الحليب المجفف كتنسيت ما ذكرتوش المقادير، وفيها ساشي ديال لاموس والشوكولا. دابا غادي ندير الحبيبات ديال الشوكولات هذا الشكل، غادي ندير تقريبا واحد 3 المعالق ديال اللوز مقلي ومحمر ومهرمش على هذا الشكل هذا، غادي ندير باكيه ديال البسكوي ديال الشوكولات على هذا الشكل هذا، وندير مع ربع ملعقه ديال نكهه القهوه كتجي رائعه مع نكهه مع الشوكولات على هذا الشكل هذا، ندير القليل وندير جوج علب ديال ياغورت بالشوكولا غير باش نغني هاد الكلاص هذا. صافي نخلطهم ان شاء الله ونرجع معكم. البنات بعد ما خلطت هاد المقادير هادو جو على هاد الشكل جا على هاد الشكل هذا، ان شاء الله غادي نديرو في هاد المول هذا. انا فرشت ليه بابي فيلم باش ما فاش نبغي نديمو ليه ما يلصقش ليا على هاد الشكل هذا. سنصاوبو غنعمرو ونرجع معاكم. البنات بعد ما صوبتو في هاد المول هذا، انا دابا غادي نغلفو ببابي فيلم باش ندخلو المجمد باش ما تدخلو حتى شي رائحه على هاد الشكل هذا. على هاد الشكل هذا ندخلو الان المجمد تقريبا حتى للغد وندير معكم الشكل النهائي. وما تبقى غادي نديرو في هاد البواطه هادي ان شاء الله وندخلو في المجمد وان شاء الله حتى الغد ونشوف الشكل النهائي ديالو. الى اللقاء. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ بخير، كي صبحتوا؟ ان شاء الله بعد ما بات معنا الكلاص في المجمد هذا هو الشكل ديالو، يجي على هاد الشكل هذا. صافي كنديمو ليه من هاد دا ساهل دغيا كيتحيد على هاد الشكل هذا، كنبقاو نحيدو بحال هكا. هذا اللي درتو في هاد المول هذا حتى هو مع هاد البلاستيك هذا دغيا يتحيد لينا على هاد الشكل هذا اللي درتو في هاد البواط هادي، يجي على هاد الشكل هذا. ان شاء الله غنحيدوه بهاد الملعقه ديال الثلج، ان شاء الله نتلاقى معكم في الشكل النهائي بعد ما نزينو. غنزينو ان شاء الله بالنوكه ديال اللوز بحبيبات ديال الشوكولا ديال الشوكولا ديال الكوكيز، غادي غنصوب منها اشكال بهاد القطعه ديال الشوكولات، وصوبت هادو بالشوكولات بهداك ديال الصابلي هداك الديزاين ديال الصابلي اللي كيكونوا ديال البلاستيك، وبالطبع غنزين بكريم كراميل اللي صوبت معاكم ان شاء الله. نلتقي في الشكل النهائي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا بعد ما زينتو على هاد الطريقه هادي، كيجي على هاد الشكل هذا. هذا زينتو بالنوكه ديال الكراميل ديال اللوز وزينتو بخطوط ديال الكراميل والشوكولات والكلاص ديال الشوكولا زينتو على هذا الشكل هذا بالشوكولا واللوز مهرمش وصوص الكراميل. كنتمنى هاد
هاد لي كلاص هادو يعجبوكم وتناولوهم وجربوهم ان شاء الله، شي حاجة رائعة ممتازة منعشة نقطع معاكم. المهم من هاد الشي كله انهم يبردو مزيان، قد ما بردو كيشدو ويجو رائعين. يجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله تكون تجربة ناجحة وبالصحة والعافية، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله، وما تنسوش الدعم والاشتراك في القناة ديالي، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.